اذكروا الإيجابيات. واحد لحد دلوقتي محدش عارف يقيمه بالظبط، يعرف لونه ايه بالظبط، طبيعته ايه بالظبط. الحقيقة هو في شخصيتين احنا محتارين منهم. الشخصية الأولانية شخصية طيبة وجدعة ويساعد الناس ويلم لهم لأعمال الخير ومش بعيد يلبس نفسه مصيبة بسبب الحاجات دي. الحقيقة الشخصية التانية تحس راجل كده ماسك مطوة قرن غزال وعمال يشرح في الإخوان وفي اللي مش إخوان بس بيحترموهم وأي حد يجيب سيرة البلد. الدكتور محمد الباز، إعلامي مميز جدا ورئيس مجلس إدارة الدستور وبيحتفل معانا براس السنة. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك. عايز أي شخصية ترد عليك؟ أيوة من الاثنين. لا اللي بالحضن لأنها أطيب. يعني من الاثنين، بس هما مش شخصيتين وفي أكتر كمان. ده برج الجوزاء بقى. في أكتر. لا قوس. 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 دكتور محمد الباز، يا ترى سنة 2020 كانت سنة سعيدة سعيدة ولا لا قدر الله هتقول حزينة؟ لا هي ما كانتش سعيدة ومبهجة، وهي عارف حاجة كده ايه، حاجة خبيثة يعني ما تفهملهاش. كنت بتعمل ايه وانت قاعد في البيت اثناء الحظر؟ لا لا انا خلصت 3 كتب. لو هتقضي اجازتك تقضيها في قطر ولا في تركيا؟ اقضيها في تركيا لما تتحرر من اردوغان، وفي قطر لما تتحرر من حكم تميم. مين الاعلامي المفضل للدكتور محمد الباز؟ يا ترى هو حمزة زوبع ولا محمد ناصر ولا معتز مطر؟ 3 ممكن تحطهم، يبقى دي حديقة حيوان مصغرة هايل وتقعد تتفرج عليهم. محمد علي، ممثل فاشل ولا عيل صايع ولا متآمر وهبل؟ عجلة. الله الله، والناس تتفسح ودي فرصة سعيدة. لا والله لا لا مش لا، يعني اصل في الاتهام ده ناس بتستخدمه ويقول لك ايه للاغتيال المعنوي، بس يعني طب اعمل ايه؟ ما هو اذا كان يعني هو كده اعمل ايه؟ دكتور محمد، ما اقدرش اختم معاك غير لما اسالك سؤال مهم جدا وشخصي بالنسبة لي. حضرتك لما بتتاخر وبتبقى الحلقة بتاعتي بعديك والتاخير ده بيأثر عليا، يا ترى التاخير ده مقصود ولا حضرتك مصمم تتأخر؟ أنا مستمتع جدا. وبعدين مستمتع أكتر بإيه بقى؟ إنه إحنا عشان أصحاب. فأنت إيه مش هتتقمص، أو حتى لو اتقمصت تبقى اتقمصت لجوه. وممكن أكلمك وأقول لك بقى حبيبي معلش اتأخرت عليك شوية، تقول لي لا لا أبدا خد راحتك وأنت من جوه مش حقيقة. السر اللي أنا عايز أقوله لأول مرة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بتشهرني في البرنامج استاذ محمد بيذكر اسمي قبل الحلقه اللي بتتشاف اكتر من الحلقه نفسها. دكتور محمد، انا هسيبك دلوقتي للناس تقول لهم كل الامنيات السعيده في 2021، ومش هوصيك اذكر الايجابيات. اتفضل. احنا بنذكر الايجابيات والله كتير. لا انا يعني بالنسبه لي وبالنسبه لكل الساده المشاهدين، انا عندي يعني حاجه واحده عايز اقولها لهم في راس السنه. 2020 حاولت تغلبنا وما قدرتش علينا، خلوا 2021 كمان ما تقدرش تغلبنا ابدا.